ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ بما ان شم النسيم قرب، تعملوا لي عملية تانية. حلو لذيذ لذيذ. حلو 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 حلو. كل الحمد لله، كل الحمد لله، كل الحمد لله يا جماعة. فاحنا هنعمل النهاردة ايه بقى؟ بما شم النسيم قرب تمام، فعايزين ناكل فسيخ، وبصراحة ما كانش كويس منه في العيد، فقلنا بقى ايه اليومين دول بقى. بس ماشي، يلا بينا هنفتح بقى ونوريكم دلوقتي. فدلوقتي بقى سلمى بتحمر البطاطس، ماشي، واحنا بقى انا من ايدي دلوقتي هنضف الفسيخ بقى ونقطع خضار والحاجات دي كلها. مع اني ايدي بتوجعني منه. هفتحه كده وخلاص، هفتحه بالمقص كده بس كده، ما تعرفش اكتر. ماشي، هفتحه كده بالمقص. ونفتح بقى ونحط ليمون كده وناكل. وفي بطاطس محمره وخضروات وكده، وبعتنا جبنا للولاد اكل امبارح عشان مش بياكلوا الفسيخ طبعا. ماشي، واللي بيسالني بيقول لي انت ما بتطبخيش ليه وكلام. انا ما بطبخش، انا عامله اضراب عن طبيخ، ما بطبخش. انا بجيب اكل كل اكلي من بره، يعني اصلا ما باكلش، يعني والله العظيم اقسم بالله بنجيب الاكل ده انا 3 4 ايام، يعني مش كده. بس انا مش عايزه اطبخ، انا مش عايزه اطبخ. الناس كلها عم تقول لي انت ليه يا حبيبتي ما بتطبخيش؟ في ايه يا حبيبتي؟ إيه عشان ضوافرك ومش عشان ضوافرك؟ انا سيبكم من الضوافر دي. ده سوري يا عشان ضوافر يا جماعه، بعمل كل الاكل عادي جدا. كل واحد حر في بيته يا جماعه. مناخيرنا طولت وكبرت وبقت قد كده اهو، بقت طولها 3 متر من كتر ما بتدخل في حياه الناس. كل واحد يا جماعه، والله العظيم لو كل واحد ركز في حياته وركز في حلو حياته هتمشي حلوه. ما كل واحد يركز في حياته ويخلينا نتفرج واحنا ساكتين. تسلكوا بقى. ليه 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 الكلام الكتير يا جماعه؟ ليه؟ خلاص ايه؟ انت خدوا بطريقه حلوه. خلاص ايه؟ يعني قولوا ان انتوا عايزين طريقه كويسه. خلاص ايه؟ مش يا جماعه اصلي ليه يا حبيبتي؟ وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم عشان امكم بتطبخ لكم. مين قال لكم ان امكم بتطبخ لكم؟ هي عملت اكله وقالت لنا تعالوا انا عامله لكم اكله كلنا بنحبها وعازمين عليها، عازمينها بغير كده ما بتطبخلناش. انتوا افهموا الموضوع وركزوا في الكلام عشان ما تقعدوش تردوا على الكلام. انتوا اصلا مش عارفين هو ايه. انيسه في ايه يا جماعه؟ مش كل مره دوم دي خلاص ولا لسه؟ لا لسه. مش كل يوم كل يوم كل يوم انتوا وضوافرك وضوافرك في ايه؟ في ايه؟ والله عصبتوني، اقسم بالله والله العظيم عصبتوني. شلون دوم دي انزلي. على فكره دلوقتي بصوا، بقيت بشوف الكومنتات اصلا، واللي بشوفه كتب لي كومنت سلبي انا برد عليه، ما بسكتش والله العظيم ما بسكت، وبرد على كل واحد بيقول لي كومنت سلبي. علشان انتوا اصلا المفروض حتى لو انا هنتقد هنتقد باسلوب راقي واسلوب كويس. مش حاسبي الله ونعم الوكيل فيكي وممكن تطبخ لكم وانتوا في ايه؟ مش عشان ضوافرك. انا مش مزاج اطبخ يا ستي، انا حر. الله لا اله الا الله. صراحه يا جماعه بما ان انا يعني عندي حساسيه من الحاجات الحادقه، يعني انا هنعمل لا اي ايه مش بخليها تعمل عشان ايه؟ ضوافرها بقى يا ناس. يا جماعه الطماطم، الفراوله، اي حاجه من الحاجات دي. لا اي فوفي يا جماعه صراحه. مامي طول عمري طول عمري عايشه في بيت بابا. ما عملش في الجرده الميه بقى، ما مسحت ايه والله العظيم. طب والله العظيم دي حقيقه، انا كنت عايشه كده في بيت بابا طول عمري عايشه في بيت بابا. لا استنى هجيب لكم الاغنيه وارجع لكم تاني. مش هنشيل ايش اللي المهم دلوقتي قبل ما اروح، ماما دلوقتي بتعمل ايه؟ بتفصص الفسيخ كده، بتفتحه ماشي علشان ناكل بقى. عشان انا والله العظيم يا جماعه عندي حساسيه من الحاجات دي في ايديا. لا لا اقول لكم، هي ما عندهاش حساسيه ولا حاجه. انا عايزه فسيخ او معاها ايه يا ندى؟ مين؟ ندى محمد. لا ندى احمد. ايه الغلاسه دي؟ لما عرفت ان هو ايه؟ ايه الغلاسه بتاعتنا؟ ندى قالت لي ماما اختي ولا لا؟ عايزه جاي. كنت اعطيها مخلي قبل كده، عشان كنت اعطيها مخلي قبل كده. بصي يا جماعه، انتي تاخد معانا حرام ولا ايه؟ ندى كسلانه قوي يا جماعه، عايزه كل حاجه. ماما مطلعنا في نقطه الفطسه قسما بربي. يلا يا جماعه، يا جماعه حرام غلبانه. هم كسلانين يا جماعه. استنى بس اجيب الاغنيه. عمري عايشه في بيت بابا، ما مسكت فيه جرد الميه، وكنت اقوم منهم قلقان الاقي بيلمع حواليا. اسكتوا بقى اسكتوا بقى. الحاجه اللي تشكر فيها ماما بتدلعني. ايه بص يا بنتي، ايه انا افضل ادلعك يا بنتي ايه لحد ما اموت؟ والله يا بنتي ايه الصحه يا امي. طب والله العظيم تاني تقول يا عمري يزن يا جماعه. يزن عايز محشي كروم. حاضر يا يزن، هعمل الخلطه واصله الكرنب. انا عندي في الفريزر بس احب اتعب. قالت له امبارح ايه؟
وخلي ماما تحكي. خلي امك تطلع تحكي. قلت له تعرف عني كده يزن؟ قال لي لا. قلت له طب يا حبيبي تساعدني يا جماعه انا خلاص اتعديت. بص بقى يا معاكي بكلام. طول عمري عايشة في بيت بابا اهو يا جمال اهو جاردة المية وكنت انا اقوم منه مقلقة الاقيه بيلمع حواليا. اسكتوا بقى اهدوا بقى اهدوا اهدوا وفككوا اهدوا وفككوا الحاجة هند احسن منكم الحاجة هند احسن منكم اهدوا وفككوا الحاجة هند احسن منكم. ماما بتدلعني في ايه؟ متغاظين لي متغاظين لي ماما بتدلعني ايه يا دلعك لحد ما اموت يا بنتي ايه؟ بعد الشر عليكي يا ماما ربنا يديك الصحه وطولة العمر. اشتري محشي جاهز. ما انا بشتري جاهز عادي لما بقوم. اهدوا بقى اهدوا بقى. انتوا عارفين يا جماعه؟ اهدوا بقى اهدوا. مناخيرنا طولت مناخيرنا بقت قد كده اهو 3 متر قدام والله. تعالوا كلوا معانا تعالوا كلوا معانا في سيخ النهارده. تعالوا كلوا معانا في سيخ. والله العظيم عازمكم كلكم. واللي زعلان براحته. اللي زعلان زعلان. عايزه اقول لكم على حاجه. خلوا الملك للمالك كل واحد حر في حياته. اقسم بالله خلوا الملك للمالك كل واحد حر في حياته. اقسم بالله حرام احنا تعبنا احنا تعبنا. لا لا خلوا الملك للمالك كل واحد يعمل هو عايز يعمل. طب والله العظيم انا عايزه اقول لكم على حاجه. لو انا ما عملش ضوافري وافضل اعمل بيها كده كل شويه انتوا هتعرفوا منين ان انا عملت ضوافري؟ الله بص مش عارف يعني انا ما بقدر ادفع فيها فلوس قد كده وفي الاخر ما تشوفوهاش. انا بعمل فسيخ ولا ده ايه؟ بصي لي كنت بقطع الفسيخ ده قبل بيوم واحطه في خل وزيت ولا حاجه. تعالى انا اجيب لكم ماما بتعمل ايه. ولا حاجه ماما هي يا جماعه عم بتفسخ الفسيخ. تعالى ايه اللي جاي دلوقتي؟ اوبا يا ولا اهو. ايوه كده ياما. ايوه يا ماما. ايوه ايوه ماما دلعيني كمان والنبي يا ماما. اهو هعمل لك اهو ادالي كمان دلعيني يا ماما. اللي انت عارفه ايه لو كل واحد يخليه في حاله الدنيا هترتاح. صح دي عندك حق. اي حد اي حد في الدنيا دي دي فلانه جابت وفلانه عملت ودي فلانه ما خلينا في حالنا كل واحد في حاله. الله روحوا جيبوا زي اي حد اللي بيعمل. ايوه 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 والله خلاص والله في ايه هي فاض بيا خلاص. والله العظيم فاض بيا فاض بيا خلاص. الكل حاططني في دماغه وزاعقين حاطين ايه في دماغه وزاعقين. ليه ما تسيبوا ايه في حالها بقى؟ ما تسيبوا ايه في حالها. انتوا عايزين تقولوا يعني اللي ايه يعني ما بتعملش اكل يعني ولا كده؟ ما بعملش اي اكلها حلوه جدا. اقول لكم ما بحضرش فطار بس هي دلوقتي ايه عايزه كل حاجه جاهزه. في واحده كتبت لي كومنت مش واحد زي ده في واحده كتبت لي كومنت وقالت لي ايه انتي ايه انتي ما بتع... انتي ليه ما بتطبخيش يا اختي؟ وفي ايه يا اختي مالك يا اختي ما بتطبخيش كده؟ دي بنفس الطريقه يا بت. رحت قلت لها ايه بقى؟ ماما ما بتزعش انا اكلي وحش انا ما بعرفش اطبخ انا ما بعرفش اطبخ انا ست بيت شاطره. فلفل فلفل وطماطم وخيار واديله. طب يلا انا ست بيت شاطره واكلي ده لا يعلى عليه. ايوه رقم واحد وكنت والله اقسم بالله اكل بس اقسم بالله اقسم بالله عايزه اقول لكم على حاجه. ايه فكري في حاجه اللي بقى الفسيخ ده الفسيخ ده حاجه حلوه على طول ضروري. جات لي حاجه كده في الاكل انا ما بقتش اصلا اولع البوتاجاز الصراحه. اهدوا بقى يسلم ايدي اللي جاب الفسيخ. بابا حبه فسيخ زي العسل. بابا صلاح بابا الحاج اقسم بالله وانا جايب الفسيخ ابويا وقال لي بنتي يا يويا ابعت انضفه لك. قلت له ربنا يخليك ليا يا حاج تسلم لي يا بابا ما تحرمش منك. قال لي بنتي يا يويا. قلت له نعم يا بابا يا حبيبي. قال لي لو عايزاني ابعت انضف لك الفسيخ. قلت له يا حبيبي ربنا يخليك ليا ما تحرمش منك انا هلبس جلافز. قال لي طيب لو هيتعبك قولي لي. قلت له ربنا يخليك ليا يا بابا ما تحرمش منك ابدا يا حبيبي. تلاقي اللي كاتب لنا الكومنتات ده حد عارف. اهدوا 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 بقى اهدوا. الفسيخ اهو اهو يلا بنبص بالهبل. انا هقطع دلوقتي انا بصوا اللي انا هعمله بصراحه ان انا اقطع الليمون واحطه على الفسيخ. ايه انا قطعت كل بتاع الليمون. بصوا ماما ايوه 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 يا جمالة. الله الله جامد من غير اكلات. انا اللي بقول لك فسيخ يا فسيخ يا فسيخ يا فسيخ يا فسيخ. الله هو قال لي هو ده الفسيخ اللي يتاكل. مين اللي بيقول؟ هو لسه ايه الله الله قال لي هو ده الفسيخ بقى. لا الفسيخ اللي بقى الله يا جماعه ده البن بقى. البن ده ماما بتقول لكم لو في اي حاجه بقى عليها زفاره الفسيخ حطوا عليها بن
وسيبوها شويه مع شويه خل وخلاص كده. وماما دلوقتي بتحط لي، ماما قالت لي لا يا حبيبه قلب. حاضر ماما قالت لي لا يا حبيبتي. ايه وانا ممكن اكل معاكم ايه برنس؟ ممكن ممكن. لا محمد مراتك عملت معانا ولا هي كمان ما بتطبخش وتلمس الاكل بايديها؟ لا ندى بتقول لي بقرة. الله 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 عدت ايه ولا ايه؟ بص عشان مش فاهم انت الفيديو احنا بنتكلم على ايه الصبح. يا جماعة لا تشوف الفيديو بقى تسمعه. يا حبيبي يا حبيبي حد دكتور؟ سلام ألف سلامة عليك يا كوب. وأنت بحط والله؟ لا طالب الليمون بقى صحيح. بصوا بقى دلوقتي يا جماعة، بصوا ماما بتحط الليمون ليه بقى؟ ليمون؟ ليه ماما بتحط الليمون؟ حلو الليمون بيمنع الزفارة. ليمون بيمنع الزيت والزفارة. أي حاجة. أهو أهو أهو. هو أنت بتتكلمي كده ليه؟ أنا كده. تعالى نشوف البطولة. بصوا يا جماعة ايه الدلعة بتاعتها. الله يا ماما الله الله. انا هي بنت الله الله الله. اتغازوا بقى اتغازوا اتغازوا. خليك تسلم ايه بقى. ايوه بس سلمى عشان خاطر يا سلمى معلش تطلعي البطوطس عشان انا مش عارفة. طبعا 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 طبعا. تنطي على شوية كده. لا لسه عايزه اتحمش. وخلفت سلمى و الله يا امي ازاي. امي يا امي يا ست الكل. انا من غيرك يومي انا من غيرك وقت ما بحب كله. بحب ندى ما بتقول لكم هي بتحب ندى وندى وسلمى بس. طب كلهم بقى انتوا عارفين غير الستين دي واحده تقول لي انت بتحبي دي اكتر والثانيه تقول لي بتحبي دي اكتر تدي تقول بتحبي دي اكتر وهي ما بتحبش حد اصلا بالاخر. انا ما بحبش اي حد. لا اخي مش طايق والله ماما اصلا. بس عايزه اقول لكم بقى قسما بالله بهزر. يا سلمى يا امي يا حبيبتي كدابه دي اونطاجيه. اونطاجيه اونطاجيه بشكل يا لهوي رهيب رهيب رهيب. ورقه الالمونيا عليها. استني سلمى طلعيها بقى. ورقه الالمونيا عليها ده الطبيعي. جبنه للولاد بقى يا جماعه اكل من بره. ده هولمز ساندوتشات يعني. يلا كله بقى عايزاكم تاكلوا كله اكلكم. ها ها ماشي يلا. بصوا بقى بصوا بقى يا لهوتي. يلا تعالوا معانا يلا بينا يلا بينا. كل اللي عايز يجي ياكل. لا لا احنا شكلنا فرقنا يا عم سامي والله العظيم والله العظيم. بنوته عايزه تيجي تاكل اعمل لها اللي هي عايزاه. استاذ عيل يلا.